وللحديث مشاهدينا أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة البحوث والدراسات بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. إذا هذه الأرقام تعطي مؤشرا إيجابيا وواضحا للتعافي الاقتصادي، كيف تفسر هذا التحسن الملحوظ في عمليات البيع والشراء؟ السلام عليكم. بداية هناك ارتفاع شبه مستدام خلال آخر سنة تقريبا في أسعار النفط، وانعكس ذلك على أولا القدرة الشرائية تبع المستثمرين ومن ثم المستهلكين، وثانيا على الميزانية العامة لدى حكومة مملكة البحرين، وظهر ذلك في الفائض الذي حققت الحكومة في ميزانية النصف الأول لعام 2022. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن واصلت الحكومة مملكة البحرين في تنفيذ أو بدأت وتستمر الآن في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي من خلال إنفاق على مشاريع مختلفة، ولا بد أن يظهر ذلك في البيانات الاقتصادية. نعم. الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة البحوث والدراسات بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.